السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب مادة أنظمة المعالج الدقيق، يعطيكم ألف عافية وكل عام وإنتم بألف خير إن شاء الله، وينعاد عليكم الشهر الفضيل إن شاء الله بالخير والصحة والعافية، وربنا إن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. محاضرتنا اليوم عن البروسيجرز. البروسيجرز بالبداية بدي أعرفها، هي عبارة عن مجموعة من الانستركشن أو collections of instructions. هاي الانستركشنز بنعرفها في مكان محدد معين، إله بداية وإله نهاية، وبنستدعيها في داخل البرنامج الرئيسي. هذا المكان المحدد اللي إحنا بنعرفها فيه اسمه البروسيجر، قريبة جدا وبتشبه جدا فكرة الفانكشنز في C++. طبعا أكيد في اختلافات، لكن الفكرة العامة الجنرال ايديا لإلها نفس الشيء، اللي هي مثلا طبعا اللي أنا بشرحه هو خلاصة هذا الكلام الموجود في هذا السلايد، اللي هو إذا أنا عندي مثلا مثلا مجموعة من التعليمات بدي أكررها بشكل مستمر، مثلا بدي أطبع الاسم على الشاشة 10 مرات فرضا. هلا شو بعمل؟ الكود اللي أنا بكتب فيه، كود الطباعة اللي بدي أطبع فيه على الشاشة، مثلا مكون من 4-5 instructions etc، مش مشكلة. كيف هذا الكود بدل ما أضلني أكرره 5-10 مرات فرضا أو whatever، ببني في داخل بروسيجر وبستدعي البروسيجر 10 مرات فقط، يعني فقط عملية الاستدعاء اللي هي بتصير متكررة. أما الكود نفسه بينكتب مرة واحدة فقط في مكان معين. هلأ رح نشوف كل هاي التفاصيل. إذن هذا الحكي اللي هون عماله بينحكى هون، إنه البروسيجر عبارة عن collection of instructions، مجموعة من الانستركشنز، to which we can direct the flow. يعني مثلا إحنا بنكون شغالين بالمين بروجرام، بنعمل execution زي ما تعودنا up to down left to right، فجأة بنستدعي البروسيجر، وبالتالي هذا البروسيجر إيش بيعمل؟ استدعائه السيكونس اللي كان ماشي بهاي الآلية بينعمل له ستوب، وبينتقل للكنترول على سموير اللي هو بتكون في برمجة البروسيجر، أو خلينا نسميها يعني بطريقة تانية اللي هي البادي اوف بروسيجر. طبعا هاد اللي هو اللي خلينا نسميه المين بروجرام، يعني انت اللي كنت شغال تعمل اكسكيوشن في يور بروجرام، ما إله يعني هو اسمه يعني رفلي احنا بنسميه هيك مين بروجرام، هو برنامجك الرئيسي اللي احنا كنا نحصره بين اورج 100 هكساديسيمال والهاد، هذا برنامجك الرئيسي وانت عمالك بتعمل اكسكيوشن، فجأة بنستدعي البروسيجر، معناته الكنترول اللي كان هون عمل ستوب او بنحكي بوز، وانتقل الكنترول لايش؟ الى البروسيجر بودي. هاي الفكرة انه لما بيجي بيحكي لك انه الفلو انتقل لعنده. وطبعاً بحكي لك هنا and once the execution of these instructions is over، يعني وصلنا هون عند البروسيجر وبلشنا ننفذ في الانستركشنز تاعته، just انه خلصنا وصلنا لنهايته اللي هو مقصود فيها execution of this instruction is over، شو بيصير في الكنترول؟ given back لمين؟ to the next line to a process of the code which called on the procedure. يعني مجرد ما خلصنا هون بهالمنطقة البروسيجر بيرجع الاكسكيوشن او الكنترول بنسميها وين؟ على النكست انستركشن لجملة الاستدعاء، هاي اللي هي بتكون جملة الاستدعاء، وهلا رح نحكي عنها يعني كيف شو يعني استدعي البروسيجر وشو يعني اني هاي كلمة كول، بس سوري طبعا الخط حكيت لكم بالماوس مش كتير واضح. هون هاي جملة الكولينج، وهاي الجملة اللي تحتها اللي هي next instruction لعملية الاستدعاء. فإحنا لما نستدعي البروسيجر بنعمل بوز، بنروح بنتقل الكنترول على البروسيجر وبتنفذ الانستركشن تاعته كاملة، ولما نوصل لنهاية آخر instruction في البروسيجر بينتقل الكنترول مرة تانية again لمين؟ للبروجرام اللي كنا فيه اللي هو استدعى البروسيجر للnext instruction التي تلي عملية الكولينج. تمام؟ طبعا هلا هون احنا اذا يعني بنلخص فكره بسيطه، المين بروجرام بالعاده احنا اتفقنا انه له اللي هو كود سيجمنت فاليو، والانستركشن اللي انت بتكون شغال فيها عاده مين بيأشر لي عليها او بيجيب لي عنوان الاوفست لها اللي هو الانستركشن بوينتر ريجستر. معناته انا في عندي تو فاليوز، هذول التو فاليوز مهمين جدا اللي هي فاليو اوف سي اس ريجستر وفاليو اوف اي بي ريجستر.
لما يتوقف التحكم هون، الكنترول هون بوز او الاكسكيوشن هون بوقف، وبينتقل الكنترول على البروسيجر، تمام؟ معناه هذا الحكي انه انا الاي بي اللي هو الانستركشن بوينتر بطل ياشر على الانستركشنز اللي في داخل المين بروجرام، صار ياشر وين؟ على هاي الانستركشن، تمام؟ اللي هي او على الانستركشنز اللي موجوده وين، قصدي انا في البروسيجر. هلا شو اللي بيصير؟ انا ما عندي تو انستركشن بوينتر، انا كل اللي موجودين عندي في المايكرو بروسيسور 1 ريجستر انستركشن بوينتر واحد، وبالتالي القيمه اللي بتكون موجوده في الانستركشن بوينتر هاي بنحتفظ فيها في مكان ما بيسمى الستاك. لما نشرح عن الستاك بتفهموا شو القصه. تخزن قيمه الانستركشن بوينتر في الستاك، بحيث اذا الان اضطرينا انه نكتب فوق هاي القيمه بحيث تصير تاشر على هاي المنطقه، معناته بس القيمه اللي كانت فيها الاولد فاليو صارت موجوده في مكان محتفظ فيها، بحيث انه لما نخزن هاي القيمه ما نعمل اوفر رايت على الاولد فاليو وتروح علينا. وبالتالي قبل ما يصير ترانسفير للكنترول هون على منطقه البروسيجر بيتم عمل سيفنج للاي بي فاليو في سموير لايك ستاك، وبعدين بنعمل ايش؟ لود للنيو فاليو على الانستركشن بوينتر، فبيصير ياشر على مواقع التعليمات اللي في البروسيجر. هذا الحكي اللي هو مشروح هون. طبعا اللي انا شرحته فقط في البروسيجر اللي نوعه نير بروسيجر. انا في عندي نوعين، نوع نير وفي نوع فار، رح نحكي عنهم واللي رح نستخدمه احنا في مادتنا اللي هو النير بروسيجر. السنتكس اوف بروسيجر، طبعا الحكي اللي انا شرحته كله، يعني طريقه الشرح اللي انا حكيتها قبل شوي والتوضيح اللي موجود في هذا السلايد اللي هو هون اللي بالكلام بالاحمر، هذا كمان محكي عن جزء منه هون تكمله من الحديث. زي ما انتم شايفين قيمه الاي بي ادرس او الاي بي سوري فاليو. بالنسبه لهاي الكلام اللي بنحكى عنه هون، هلا هم في نوعين زي ما حكيت لكم انا قبل قليل، انه هي الانترا سيجمنتس والانتر سيجمنتس، هاي هم نفسهم النير والفار. طبعا لما يكون احنا عندنا النير بس بتكون بنتحكم في قيمه الاي بي، لانه يعني مثلا لو رجعت للشرح اللي هون، المين بروجرام والبروسيجر الاثنين موجودين في نفس الكود سيجمنت، اذا ضل عندي اتحكم بقيمه الانستركشن بوينتر فقط، هاي في حاله النير بروسيجر. في حاله الفار بروسيجر راح يكون المين بروجرام في كود سيجمنت لحال، يعني ادرس مختلف عن الكود سيجمنت اللي خاص في البروسيجر. بهاي الحاله ما بيهمني فقط الانستركشن بوينتر اني اعمل سيف لقيمته، كمان السي اس ريجستر، هذا اللي هو بيحكوا عنه هون، اللي هي يعني ايضا يسمى الانترا سيجمنت والانتر سيجمنت. تو كول ذا بروسيجر اذا فولوينج دايركتيف از يوزد، في عندنا هاي الدايركتيف اللي هي كول، يعني عباره عن انستركشن كيورد، وهون جنبها بتلاقي انه في عندي اسم البروسيجر. هاي طريقة استدعاء البروسيجر. طب وين هاي الجملة بكتبها؟ هون في هذا المكان اللي نسميناه كول، يعني في هاي الجملة اللي هون رح يكون في عنا كول وجنبها اسم البروسيجر، اذا في داخل البرنامج اللي انا بدي استدعي من خلاله البروسيجر. البروسيجر نفسه لما بدي ابنيه واكتبه في عنده يعني النقاط هاي بتبين الأجزاء اللي أنا بدي أشتغل عليها. بالبداية بدك تعرف البروسيجر، اثنين الكود أوف بروسيجر، بعدين في عنا ريتيرن دايركتيف أو تعليمة الريت، وبعدين تنهي ترمينيشن أوف ذا بروسيجر. هاي إن جنرال، طبعا النقاط مش للحفظ بس هاي إن جنرال. هلأ بالإكزامبل رح تبين معك بالضبط كيف المقصود في هاي النقاط الأربعة. هاي الإكزامبل، الإكزامبل بحكي هون انا في عندي بروسيجر، هذا الهدف منه زي ما انتم كاتبين if you want a routine، طبعا كلمه روتين نفسها بروسيجر، which adds 2 bytes. اذا شو بده يعمل؟ بده يجمع 2 bytes stored موجودين بالاي اتش وبالاي لو، and keep the addition في البي اكس ريجستر. يعني ببساطه انا بدي ابني بروسيجر شو ماله، بيجمع قيمه الاي هاي مع قيمه الاي لو وبيخزنها في البي اكس ريجستر. طيب نيجي الان على نشوف تطبيق النقاط الاربعه هذه على البروسيجر اللي قدامي. هاي adding بروس، تمام. طبعا لاحظوا في ملاحظه، يعني في ملاحظه راح احكيها على البروسيجر اللي هي كالتالي. الملاحظه اللي بدي اتركها او احكيها انه اسم البروسيجر، هيو زي ما انتم شايفين هون انا عندي اسم البروسيجر ادينج،
طبعا ليش انا بحكي عن ملاحظه الاسم البروسيجر؟ الاسم هذا لازم يكون مش كيورد ولا دايركتيف، يعني لازم نبعد عن الانستركشنز والدايركتيفز الخاصين في الاسمبلي علشان ما يعطيني ايرور. هاي اذا طريقه تعريف البروسيجر كالتالي: اسمه هاي النيم، والاسم زي ما حكينا انه شرطه زي كيف شرط الفاريبلز اللي كنا نحكي عنها، انه يكون مش دايركتيف ولا كيورد. بعدين كلمه بروس وهي كيورد، كلمه محجوزه. هيك انا بكون عملت ديكلاريشن اوف ذا بروسيجر. طيب هاي المنطقه لغايه هون هي عباره عن كونتنت اوف ذا بروسيجر اللي كنا حاكين عنها هون، هي كود اوف ذا بروسيجر. اللي بعدها ريت اللي هي تعليمه الريتيرن دايركتيف. هلا بدنا نحكي هاي ليش. بعدين اخر شيء بننهي اند اوف ذا بروسيجر ديكلاريشن عن طريق برضه بذكر اسمه واند بي، وبإمكاني هاي إما أذكرها أو ألغيها، اسمه في نهاية يعني واحدة منهم. أما كلمة end be برضو هي كلمة محجوزة و keyword. إذا اسمه في البداية بعدين بروس، واسمه في النهاية بعدين end بروس أو end be يعني end procedure، في النص البادي، وقبل ما تنهي تستدعي كلمة الريت. الريت شباب شو فايدتها هذه اللي هي الريتيرن؟ خليني أرجع شوي للشرح اللي أنا شرحته هون. لما حكينا انه بينتقل الكنترول او الاكسكيوشن على البروسيجر، بينفذ كل الانستراكشنز، بعدين بيسحب حاله بنهايه البروسيجر وبيرجع. شو اللي بيخليه يرجع؟ تعليم الريت اللي بتكون هون في نهايه البروسيجر. تعليم الريت معناها ريتيرن، بتشبه برضه اللي اخذناها بسي بلس بلس، ريتيرن فار ريتيرن انستراكشن. ريت يعني ارجع، وين بدك ترجع؟ ارجع على اللي استدعاك. طبعا كلمه ريت وارجع على طول شو بيعمل؟ بيروح بيسترجع الفاليو اللي خبيناها هون وين في الستاك، بحيث انها تأشر على النكست انستركشن اللي كانت هون. يعني كأنه بقول لك ارجع على النكست انستركشن اللي وقفنا عندها واللي كان دورها في الاكسكيوشن وما كملناها. هاي معنى الريت، انه ارجع، هاي الريتيرن، ارجع على المكان اللي استدعاك. ممكن بروسيجر يستدعي بروسيجر، مش المين بروجرام يستدعي بروسيجر بس. اذا ارجع على اي حدا استدعاك. الكولينج زي ما حكينا هلا، بس هاي كررنا الفقره هون، انه انا بعمل كولينج وبذكر اسمها. يعني هون يعني كررنا عملت الاستدعاء على هذا الاكزامبل. احنا اتفقنا انه اسم البروسيجر هذا ادينج وهي نهايته، وهون انا بستدعي هي كول واسمه بجنبه ادينج. تمام. طبعا في هون ملاحظه انه بيحكي لك البروسيجر از لوكيتد ات سم سبيسيفيك ادرس ان ميموري اند اف يو يوز ذا سيم بروسيجر 100 تايمز، يعني هذا البروسيجر هذا مخزن في مكان معين في الميموري، اذا بدك تستدعيه 100 مره السي بي يو راح يضل رايح يعمل كنترول ترانسفير على هذا البارت من الميموري 100 مره، لكن ما بكرر اكسكيوشن الكود نفسه كتابته في داخل المين بروجرام 100 مره. The control will be returned back to the program by read instruction زي ما شرحنا قبل شوي. طبعا والستاك تستخدم للاحتفاظ في الادريسز زي ما حكيت لك. بالنسبة للباسينج باراميتر، أول شيء إحنا خلينا نفهم إيش معنى مصطلح باسينج باراميتر. خليني أرجع هون. هذا البروسيجر كان بيجمع رقمين. هلأ لو أنا هدول الرقمين بدي أبعتهم للبروسيجر، يعني أبعتهم مباشرة للبروسيجر، شو بصير؟ أنا لجأت إنه في داخل البودي هون، تمام، خزنت قيم معينة وبعدين جمعت. طبعا ناهيك عن اللي مكتوب، بشكل عام انه انا خليت البروسيجر يستدعي قيم معينه لمسجلات ويطبق عليها عمليه الجمع. اللي بيصير وين؟ طبعا هون مثلا موف، هون اللي مقصود فيها البي لو هذه للتصحيح الكود، الاي هاي فيها الرقم الاولاني خزناه في البي لو، بعدين صفرنا الاي هاي على اساس اخذ كامل الاي اكس واجمعها وين؟ على البي اكس اللي بالبدايه صفرتها. يعني هي لفه ودوره، لكن برضه بالنهايه انا استخدمت قيمه الاي هاي من هون وقيمه الاي لو اللي هون وجمعتهم. يعني لو فكرت فيها مزبوط طلع صح 100%. اذا انا لما جيت احكي له اجمع لي قيمه الاي هاي والاي لو، ما بعثت له اياهم مباشره زي الفانكشنز اللي بالسي بلس بلس، لا، انا خزنت قيم معينه في الاي هاي وفي الاي لو وجيت على البروسيجر وخليته يقرا هاي المسجلات. اذا انا هيك عملت له باسنج للباراميتر اللي بدي اياه يشتغل عليها، عملت له باسنج للفاليوز، مررت له الفاليوز اللي بدي اياه يشتغل عليها من غير ما اكتبها مثلا هون بجنب اسمه على سبيل المثال، لانه ممنوع في البروسيجر. في عندنا آليه اخرى اسمها الماكروز في الاسمبلي، هاي مسموحه.
مسموح انك مثلا تيجي تحط له هيك قوسين مثلا جنب كلمة بروس وتكتب له مثلا اكس فاصلة واي، ساعتها انا كأني بمرق له قيمة اكس واي في كل مرة بدي استدعي فيها هذا الماكرو، بينما في البروسيجر ما في هاي الآلية، وبالتالي في طرق مختلفة حتى اني امرق له الفاليوز اللي بدي اياه يشتغل عليها او يحسب عليها. بس الآلية بشكل عام هاي اسمها passing parameter. في طبعا كذا طريقة، الطريقة الأولى إما من خلال مسجلات زي المثال، أو من خلال memory locations معينة، أو من خلال pointer register معينة، أو من خلال الستاك. طبعا إحنا الستاك ما أخذناها، بس رح لما ناخدها رح تفهم اللي بنحكي. طبعا الستاك إن شاء الله المحاضرة القادمة. من خلال الريجستر زي example، بغض النظر عن الشرح الموجود هون رح أوضحها بشكل مبسط. هي المين بروجرام، الآن هون إحنا استدعينا البروسيجر، وهي البروسيجر اللي هو اسمه سكوير. هنا لاحظوا كيف انا حاطه جنبه كلمه نير، طبعا احنا اتفقنا انها في نير وفي فار. الفرق بيناتهم انه النير مع المين بروجرام التنين موجودين في نفس الكود سيجمنت. طبعا النير هاي سواء كانت موجوده او مش موجوده بتزبط لانها هي الديفولت. فبالتالي لاحظوا كيف انا من هون بهذا الاكزامبل انا استثنيتها ما كتبتها، كان بامكاني اجي اكتب هون بجنب كلمه ادينج بروس اكتب نير، لكن انا بامكاني استغني عنها، يعني وجودها وعدمه واحد في النير بروسيجرز. طبعا هي السكوير موف البي لو اي لو مال كذا، هي بيعمل كل الاكسكيوشن وريت وبعدين اند بي للسكوير. في المين بروجرام عملنا كل للسكوير. طيب شو السهم هذا بيعني؟ هذا السهم بيعني انه المين بروجرام كتب قيمه على المسجلات هذه اللي هي لاحظوا النمبر كتبوا على البيلو زي ما انتم شايفين. طب النمبر وينه؟ هي معرف في الداتا سيجمنت رقم 5. اذا القيمه اللي بده اياها كتبها على المسجل اللي بده يحسبها، بعدين بعد ما كتب على المسجل البروسيجر قرأ هذا المسجل. شايفين الاسهم؟ المين بروجرام بكتب والبروسيجر بيقرأ. لاحظوا البروسيجر ايش قرأ هون؟ قرأ قيمه البيلو وخزنها على الايلو، وهنا شو عمل؟ ضرب بيلو طبعا في الايلو، يعني ضرب ايلو في نفسها كانه هيك اجى سكوير. اذا الفكره العامه بين هذا الموضوع شو هي؟ انه حتى امرر باراميتر للبروسيجر بكتب على مسجلات وهو بقرا المسجلات، بالضبط زي هاي الاليه اللي انا شرحتها هون. الطريقه الثانيه اني انا على مواقع معينه في الميموري، ميموري لوكيشن زي الفاريبلز زي هيك، انا معرف النمبر مثلا ومعرفة افترضا السكوير بدي اخزن فيه النتيجة، تمام. الآن انا عرفتهم البروسيجر بيقرأ منهم، هي قرأ النمبر وخزنها في البيلو، وبس حسب حسبته خز وودى قيمة الالو على السكوير، خزن السكوير وين؟ على الميموري لوكيشن، يعني بيسحب من الميموري لوكيشن وبيعطي الميموري لوكيشن. إذا أنا هيك مررت باراميتر للبروسيجر من خلال الميموري لوكيشنز. الطريقة الثالثة هي نفس طريقة الريجسترز بس باستخدام البوينترز، هدول هم الاس اي والدي اي، نفس الاشي بخزن قيمة النم في الدي اي ريجستر، وبخزن قيمة فرضا السكوير في الدي اي ريجستر، وبعدين بخلي البروسيجر يقرأ هاي البوينتر ريجسترز ويعمل حسبته عليها حسب طبعا اللازم. الطريقة الرابعة اللي هي الستاك، انه انا بخزن القيم اللي بدي اياها على الستاك وهو بيكتب على الستاك، يعني المين بروجرام بكتب على الستاك والبروسيجر كمان بكتب على الستاك او حتى بيقرا من الستاك، يعني طريق التواصل بيناتهم هو فعليا الستاك. يعني حتى هون شوفوا انا ايش كاتبه هون، احنا شو حاطين هون بالاكزامبل، انه الستاك بوينتر اللي هو هيو هاد بياخذ قيمته وبخزنها على البيز بوينتر، طبعا هاي سهم مربع، وبصير انا اقرا من البيز بوينتر وكذا واحسب حسبتي، وبعدين بالاخير برجع بكتبها على الستاك، يعني بصير اقرا من الستاك واقرا واكتب في الستاك. طبعا عمليه التخزين في الستاك من خلال تعليمه البوش، اكيد لما ناخذ الستاك راح تفهموها اكثر. الان هاي ادفانتج ومش ادفانتج، بس يعني فقط للعلم، يعني مش مطلوب منك انك تحفظها، بس للاطلاع انه انا ايش بستفيد من البروسيجر. تسمح لي اني اخزن، يعني اسيف، اعمل سيفنج في الميموري سبيس، بدل ما اكتب الكود 10 مرات بكتبه مره واحده بستدعيه 10.
بعدين عملية الديفلوبمنت للكود أو للبرنامج بتكون أسهل، كود مكتوب في مكان معين بس مرة واحدة بس بشيك عليه بشوف أخطائه إلى آخره مرة، بدل ما يكون كود كبير ومعجوق ومليون سطر على الفاضي. debugging of errors، إذا في errors أنت الآن بتقدر تتبعها في مكان معين فقط بدل ما أنت متبعها في كود طويل. reduce size of the program و reusability of the procedure، بستخدمه كذا مرة. الديسادفانتج انه الكول اند ريت هذول الانستركشنز ار اولويز ريكوايرد تو انتجريت وذ البروسيجر، يعني دائما لازم يكون في عندي كول وريت، وراح يكون في عندي طبعا اكسترا تايم لعمليه انه اشبك البروسيجر مع المين بروجرام وارجع منه، يعني استدعاء ورجع، وخاصه لما يكون البروسيجر مكون من مجموعه صغيره من الانستركشن، يعني بده يصير في عندي اوفر هيد تايم او اكسترا تايم زياده في من خلال عمليات الكول والريت علشان مجموعه صغيره من الانستركشنز، يعني مش محرزه بمعنى اخر. يعني مثلا هذا البروسيجر يعني اللي هون على سبيل المثال احنا عملنا بروسيجر وعرفناه ودايركتيف وطويل عريض بس عشان ايش يجمع لي رقمين. طبعا احنا هون فور اكزامبل نلجأ لهي الشغله، بس بشكل عام يفضل انه يكون البروسيجر كودو يعني لازم يكون في مجموعه كبيره من الانستركشنز ومعقده، بحيث انه يكون التايم اللي بينتج عن الكول والريت اللي هو الاوفر هيد يكون بسبب شيء يعني معقد او محرز، يعني بيكون مش هيك عشان 2 انستركشنز او 3 انستركشنز. نيجي على الاكزامبلز. اول اكزامبل عندي هون، طبعا احنا اخذنا اكزامبلز من خلال من خلال الشرح، بس هلا كمان 2 اكزامبلز اضافيه بتوضح الفكره افضل. هذول التو بوكس اللي قدامنا هم نفس الاكزامبل نفس الكود بس مكتوبين بطريقتين مختلفتين. الطريقه اللي فاميليير اللي احنا معتادين عليها هيها اللي هون، عفوا لعند هون لعند الهالت، هاي عباره عن مين بروجرام، ومن هون لنازل هاي البادي للبروسيجر، ومن هون لهيك الداتا سيجمنت 1 2 3. هذا الاشي اللي انا حكيت عنه او ما شرحته في السلايدات، انه مكان كتابة البروسيجر دائما بتكون تحت المين بروجرام تحت الهالت مباشرة، وبالنسبة للداتا سيجمنت لا ممكن تكون تحتيهم كلهم زي ما تعودنا او زي هيك في البداية، بعدين تخزن الكود المين بروجرام بعدين البروسيجر، يعني الترتيب بيرجع لك. الان لو بدنا نتبع البرنامج، خلينا بس ايش نشيل هاي الخطوط الحمراء. لو بدي اتبع البرنامج هلا بالبدايه، احنا متعودين دائما نبدا من المين بروجرام الاكسكيوشن اب تو داون ليفت تو رايت، تمام. بلشنا من الاورج 100، عرفنا قيمه 2 خزناها في السي اكس ريجستر، بعدين هون انا عندي الكول هذا استدعاء البروسيجر موجود داخل لوب زي ما انتم ملاحظين، حيكون قيمه هذا اللوب مرتين. طيب الكول سام هاي شو بتعمل؟ مجرد ما شافها الاسمبلر بسحب حاله بينزل وين؟ على البروسيجر اللي تم استدعائه، وطبعا احنا اتفقنا هاي الكلمه ممكن انه نخليها موجوده او نحذفها زي بعضه. الان الكول بروسيجر اذا عملت ستوب عند هاي التعليمه، عملت مش ستوب بوز، وترك الكنترول ترك المين بروجرام وانتقل لمين؟ للبروسيجر، وبدا يعمل اكسكيوشن في البادي للبروسيجر، وبعد ما ينهي ويشوف كلمه ريت بسحب حاله بيرجع على الانستركشن اللي توقف عندها وبرجع بكرر الكولينج مره ثانيه وهكذا. طيب اول كول انزلنا تحت هون على البروسيجر، خزن قيمه اكس اللي هي 3 زي ما انتم شايفين في الداتا سيجمنت داخل الاي اتش، وجمع الاي لو مع الاي اتش، الاي لو قيمتها 0 طبعا لانها نوت ديفايند هون، فبصير المحصله الجمع ايش 3 موجوده في الاي لو. ريت رجع لهون، لوب طرح من السي اكس 1 ورجع استدعى السم مرة تانية، كول سم سحب حاله ورجع مرة تانية برضو خزن قيمة الاكس اللي هي 3 في الاي اتش، وجمع الاي اتش مع الاي لو 3 مع 3 هي 6، وعمل ريت ورجع لعند اللوب. اللوب هاي المرة تطرح من السي اكس كمان 1 بتصفي 0 بنتهي اللوب. بنيجي هون بنخزن قيمة الاي لو اللي هي فيها حاصل الجواب او حاصل الجمع اللي هي 6 وين؟ على الواي اللي هي كانت كويشن مارك، فبتصير الواي فيها القيمة 6. إذا لاحظوا كيف أنا يعني عمالي بوضح لك طرق التعامل ما بين كيف بروح على البروسيجر وكيف برجع من البروسيجر، كيف بتعامل بين البروسيجر والمين كول، هيك وهيك، هدول خطين رايحين راجعين، عشان هيك حطيناها في لوب بتكون أوضح. نفسي بالضبط هون الإكسكيوشن أو نفس الفلو إكسكيوشن بهاي الآلية. لاحظوا كيف أنا هون كيف عملت باراميتر باسنج باراميتر، تعاملت مع الإكس اللي هي ميموري لوكيشن زي الطريقة الثانية،
وكمان ريجستر، لاحظوا كيف خليته هو يكتب على الريجستر وخليت المين بروجرام يقرأ هذا الريجستر اللي هو الالو. اذا في طرق عدة بقدر اني امرر فيها قيم للبروسيجر واسحب منها او اخذ من البروسيجر الاوتبوت المقصود. يعني هون انا اخذت من البروسيجر الاوتبوت اللي مخزن في الالو. الاكزامبل اللي بعده الثاني هذا اللي هو برضه هاي المين بروجرام زي ما انتم شايفين لعند الهالت، وهي البروسيجر، وهنا الداتا سيجمنت اللي هي سترينج، سترينج اسمبلي بروجرامينج لانجويج. بالنسبه للمين بروجرام اول شيء معرف عندي الاي هاي 2، وطبعا هون احنا راح نستدعي الماك. هيو زي ما انتم شايفين اللي هو اسمه البروسيجر ماك. لاحظوا احنا هون ما خزننا كلمه نير، وهون احنا مش حاطين كلمه ريت. طبعا احنا لازم تكون موجوده بس ما بيعطي ايرور من دونها، هذا الاشي لازم انت تعرفه، لازم تكون موجوده بس ما بيعطي ايرور من دونها. تمام، اذا موف اي اتش 2 ليا اس اي اس تي ار زائد 19، خليت الاس اي يتأشر على السترينج هاي اللي تحت زائد 19، وكأني بقول له على آخر عنصر فيها، لأنه السترينج هاي طولها تقريبا 19. بعد هيك خزننا القيمة 2 في السي اكس، لأن محتوى الاس اي اللي هو راح يكون حرف الاي، لأنه الاس اي هون راح تكون تأشر. ماشي الحال؟ هلا بتاخذ الحرف الاي بتخزنه بالالو، بعدين بتطرح الاس اي، بتصير الاس اي هون مباشرة ديكريمنت. الآن كول ماك، بروح على الماك. الماك طبعا احنا خزناها في الالو، اخذ الالو وخزنها وين؟ عديلو، واستدعى الانتربت 21. طبعا بالنسبة للانتربت 21 اذكركم فيه، هذا الانتربت اللي هو اي اي اتش فيه. دائما احنا اتفقنا انه بالانتربت الاي اتش هو اللي بتحدد لي رقم الفانكشن. طب وين الاي اتش في الموضوع؟ لاحظوا فوق هيها. اذا هذا الفانكشن اللي هو 02 من الانتربت 21 اللي هو كان هدفه او يعني كان يعمل ايش؟ طباعة الحرف اللي موجود في الالو على الشاشة. طيب لنفترض انه هاي هي الشاشة، معناته الان هذا البروسيجر رح يطبع حرف الاي على الشاشة، وطبعا مؤشر الطباعة بتحرك 1 بوزيشن لقدام. انهينا ماك اند بيرجعنا، وين بنرجع؟ على اللوب. اللوب الان كما لاحظوا هو 2، راح اللوب ال1 هيرجعنا على ال1. رجع ال1 شو عمل؟ محتوى الاس اي، شو هالمره محتوى الاس اي جي، وين خزنها؟ في الالو. شو عمل؟ ديكريمنت الاس اي، الاس اي صارت هون. كول ماك سحب حاله نزل تحت، الالو اللي فيها جي خزنها في الديلو، واستدعى الانتربت اللي وظيفته يطبع اللي موجود في الديلو. اذا هون شو راح يطبع؟ راح يطبع الجي، وطبعا المؤشر تلقائي راح يصير هون. خلصنا من الماك من البروسيجر، رجعنا لللوب. اللوب طرح كمان مره، كونها سي اكس يساوي 2 فقط، معناته رح تصير 0 وينهي. اذا هو طبع اي جي. لو بدكم تطبع كل السترينج بالعكس، بدك تخلي سي اكس شو تساوي؟ 19. بتطبعها كلها هيك بالعكس، اي جي اي يو جي الى اخره. ولو بدك تطبعها بشكل امامي برضه بتخلي هاي 19 زي ما احنا قلنا قبل شوي، بس الفرق انه ايش؟ بتخلي اللي هي اس اي مش اس تي ار زائد 19، بتلغي هاي 19، بتكون ساعتها الاس اي تاشر على اول حرف وبتطبع 19 حرف بشكل امامي. بهيك احنا بنكون انهينا الموضوع اللي اسمه بروسيجرز، واكيد طبعا رح نستخدمه ان شاء الله في امثله القادمه، ويتصيروا يعني معتادين عليه اكثر ونستخدمه اكثر في الاكزامبلز هو والانتربتس. ويعطيكم الف عافيه.